تلاتة ونص، وضيفنا في حصة متاعنا اليوم اللاعب محمد أمين النفزي اللاعب السابق ترجي ملعب الجيبس اتحاد بن قردين وناديه الأم نادي حملة مفكة والأمير لام هكا ولا لام نسيت حتى جمعية هيك عوية ديك عوية الكل سمير. شنو الأمور؟ سافا الحمد لله الحمد لله. باهي وينك أمين؟ ظهر لي ملي تقريبا صارت المشكلة مع نادي حملة ما شفناكش، ما سمع انقطعت شوية أخبارك، شو ما تعوش تعمل؟ صحيح بون في البريود الأخرى اونترينمون نلعب مع أصحابي زيد فايف بروفيسيونيل كيف ما نقولوا احنا. بون الحقيقه خيرت اني ما نحكيش حتى شوف الشامبيونات، سمعت برشا كلام بعد الانترفيو الاخراني اللي عملته، سمعت برشا كلام، سمعت الانترفيو نيوز يعني اخر خبر مع طارق العصر، تحيه ليه. هاي تحيه ليه بيان سور. سمعت برشا كلام، برشا حديث، برشا ناس قالوا حاجات غلطين. بون انا خيرت ما نتكلمش حتى لو فات الشامبيونات، واليوم انا جيت بحذيك وعدتك انا باش نجي بحذيك وجيت بحذيك و حاضر باش نقول كل شيء. خلينا نبداو من الاول الساعه، شنو نعاود نذكر شويه حتى العباد بون نفكر خبيتك بالتليفون، حكينا شويه على المشكله تاع نادي حملم، شنو صار وقتها بالضبط امين؟ بون في صار اجتماع ما بين الهيئه المديره وبين اللاعبين، كنت حاضر، كنا حاضرين بريسك سبعه ولا ثمانيه جوارات. مشيت للرينيون حضرت وكل شيء. اخر رينيون صار سوء تفاهم مع رئيس النادي بارابور الفلوس. بون من يوم تغدو مشيت نترينا قالوا لي لا، وانا مروح اتصلوا بيا الشرطه العدليه قالوا لي انت يمين، قلت لهم ايه مرحبا. قالوا لي نهار الاثنين معناها جينا للشرطه معناها باش عندك باش تبحث. تكلم على شنو اللي صار؟ قالوا لي كي جيت او تعرف باهي. نترانيو 8 نتاع الصباح، وصلتني كونفوكاسيون لونترينمون، وكان معايا الحقيقه عادل منفذ خاطر كنت عارف السيناريو هذا باش يصير معناها، ما حبيتوش يتدخل. مشيت كيف العاده، قعدت مع اصحابي نضحك نفدلك، وداخل لونترينمون قالوا لي، جاني المسؤول قال لي اليوم راهو امين ما تنجمش، اللي هو شكون؟ سينابيل. قال لي امين اليوم ما تنجمش تكون حاضر في لونترينمون بعد اللي صار بيناتك انت والرئيس، راهو الرئيس رفض انك باش تترين. قلت له شنو هو اللي صار انا والرئيس؟ معناها انا تكلمت على مستحقاتي الماديه معناها، اونتر بارونتيز في تونس تتكلم على مستحقاتك الماديه تولي يطلع فيك العيوب الكل معناها. لازمك تقبل بالسيف معناها، تقبل وتسكت معناها، وكان ذاك الموجود معناها ما عجبكش يصير لك برشا حاجات اكسترا. دخل عاد المنفذ حكي شويه مع سينابيل. بون بعديك مشيت للشرطه العدليه. كي مشيت للشرطه العدليه نلقى رئيس النادي سي فاضل بن حمزه، هو سبقني للشرطه وكل شيء، كان عمل البحث هو بما بالمناسبه يعني نقدم لهم التحيه، كانوا معايا جونتي برشا معناها ومتفاهمين باينين، هما متفاهمين عارفين الوضعيه اللي صار سوء تفاهم خاطر تكلمت على خاطر الفلوس. سالوني في البحث نلقى قالوا معناها اللي انا لا تقبحت لا قلت كلام خارج الديسكوسيون، معناها ما صار لا كسرت لا عملت حتى شيء. قالوا لي اللاعب كان دخل في هستيريا ويعيط. يا اخي سالته انا رئيس الحقيقه معناها، سالته قلت له اسكو معناها فما قانون يعاقب على العياط ولا شنو بالضبط؟ شنو انا تو تعيطوا لي هوني على شنو؟ قال لي امين راهو الحقيقه وصلنا حتى شاورنا عليك وكل الجمهوريه باش تفهم انت فين وصلت. علاش شاورو باش توقف معناها؟ اي معناها وصلوا طلبوا كل الجمهوريه، وكنت نسمع فيه بالمناسبه في التليفون يعني نسمع في الحديث بالكامل معناها. قال لهم اخزر وكيل جمهوريه ولا مع شكون؟ قال الطفل ما عمل حتى شيء، شنو اللي عامله الطفل معناه تحبون نوقف الطفل معناه؟ قالوا لي راهو الطفل معناه، حتى الرئيس الشرطه العدليه قال لي راهو هو شنو فيها الشكايه؟ اتهمك انك ضربته هكا قضيت عليه ولا؟ لا الشكايه قال اللي انا كنت في حاله هستيريه وميم طون انا قلت هددت باش نوقف التمارين. هو لا فما تمارين لحد شيء يعني ما تستوجبش شكايه الحكايه ذي خاطر فما الكلام اللي خرج له يستوجب شكايه انك ضربته معناها. مش الحقيقه ما صارتش معايا انا كهوره، مش اول ملاعبي، انا يمكن السادس ملاعبي صارت معاه نفس الحكايه هذي.
يعني حاجة عادية وليت، حتى هما ديجا استنسوا، ديجا حتى كي مشيت يضحكوا ويفدلكوا باينين معناها مستنسين، قالوا لي مين رانا مستنسين بها الحكاية هذيا. بون حاسين، وبعديك أنا مشيت حكيت لي شنو صار بالضبط اللي صار، معناها آخر الرينيو بعد ما حكينا، أول ما حكينا بدينا نحكيو ديجا على الكورة على الستاج، معناها ما فما حتى مشكل. آخر الرينيو معناها ماك تعرف أنت إنسان كي ما يخلص أربع شهور ولا خمسة شهور ما يخلصش، شنو هو معناه؟ اسكو معقول نقعد اربع شهور خمسة شهور في تونس؟ معقول هو؟ لا باهي كان في تونس معقول، سامحني في تونس وصلوا حتى 14 تو شهر ما خلصوش. بالحق معناه شنو باش تحكي معناه 14 شهر؟ اسكو فما واحد انت كان تجيب انسان عادي يعيش في حياة عادية تعطيه ما تعطيهوش سالير وشهر بركة؟ مستحيل يدخل بعض و... انت اربع شهور اون بلوس مانيش نخلصوا في سالير راهو كبير، راهو مانيش فما ناس حاجة تنجم تقولوا. انا كنت ناخذ في 4000 دينار في عادي على الاخر معناها اقل من عادي، معناها كي تمشي انت تاخذ ديجا ركوبك معناها تصب ليسونس نتاعك وتاخذ صبات كوره ومصروفك ديجا ما تخلط على شيء اخر، معناها هذا كان كل شهر وشهر وتخلص معناها. كان ما تخلصش معناها حكايه فارغه، شنو باش تعمل كي تتكلم على تقول راهو مثلا انا اون بلوس فما حاجه اخرى وقتها ما فماش بون فما ريزولتا، اما كانت ديما ماهيش مش تبع برشا معناها فما البريم وكل شيء باش تعيش مرتاح. اي بصراحه ضربته ولا تو ضربت شكون؟ رئيس. كان هو الرئيس موجود كي نقول لك ضربني مستحيل. فقط بتتعيط صحيح عيط سبيته والله مستحيل، هاو كي يسمع فيا تو وعنده حق الرد يا خويا يتكلم. كان انا قلت له حتى هو شفت البحث لقى لا تسبني لا ضربني لا شيء، اما اللاعب دخل في حاله هستيريه وهدد بايقاف التمارين. حتى هو معناه كي جاء المعرفه معناها فما شكون مسؤول حملنف جاء قال نفس الكلام اللي قلته انا. حتى في المشكله والله انا ما تبعتهاش خاطر حكايه فارغه بالنسبه لي انا، معناها غادي ما نعرفش ما نعرفش مش نتبع فيها خاطر انا ما عملت حتى شيء معناها شنو اللي عملته صحيح عيطت عيط نعيط على خاطر حقي يا اخي ما نعيطش على خاطر هو امين ظل العلاقه ملي رجعت كانت متوتره شويه ظهر لي اول احساس تدريبي ظهر لي حتى قبل انطلاق البطوله عملت عذك ظهر لي مع لاعبي وظهر لا خلينا نكمل لك سؤال بعد قول لي جاوبني مسج وبعد توقفت على التمارين وقتها وشنو صار في ذيك عمري ما توقفت على التمارين اي عملت عذك انت وزميلك ربيع بوزيد كان ايش غلط صارت صوت فيهم وقتها في ربيع بوزيد ستاد ميكال ستاد تونيزيان صارت صوت فيهم حاجه عاديه هما اي ربيع بوزيد انا شوف انا مع اصحابي علاقتي راهي او يسمعوا فيا علاقتي باهي على الاخر ما عندي مشكل مع حتى واحد بالعكس تقولهم اكثر واحد في الجروب يفدلك ويضحك وديما مشوني تلقاني انا ديما نخدم ديما نفدلك نضحك ساعات كان فما كونسيني باش نوصلها قبلها ما قبلها شنو صار وقتها ليه ربيع قال كلام وانا تغششت عليه وما صار حتى شيء فما كيف حكيت محمد علي منصر والله نفسي منصر باش نجيك خليها دخلتهم نجيك بعد المنصر كيف هكيك معايا شفتها شو نقول لك حاجه اسمع شفت الفيسبوك ربي يهديه هكيك عبيد تحب تركب على الحدث كيف انا قلت كلام المره اللي فاتت وصلت مساج طلعوه والله هاو طلع هذيك السارق والاخر من عش فما كي يقول كلام راهو فما عبيد تحب تركب على الحدث هكيك عبيد تحب تجيك تقول لك مثلا والله انت مثلا تقول هذا دبو زامي يجيك الاخر يقول لك دبو زامي كبيره طلع شنو والمي مش صحيح انتهت العلاقه محمد نفتو لا لا سي كنت راتوك شنو قاعد حط الوقت ايش كنت راتويا مازال في عامين اما انا قدمت معني المحامي نتاعي قدم شكايه وسي انا ما عادش نجم حكمولك ولا مازلت لا مازال والله مازال ما هو اللي لاهي هو اللي معناها اليوم مازلت على ذمه حملهم في ديتسام اي على ذمه حملهم بيان سور اما مازال عندي المحامي هو اللي يفهم في القانون انا ما نفهمش في القانون هو اللي يعرف انا على لي بروسيدور عملتهم الصحاح اللي قال عليهم انا تعرف وقتاش يخرج الحكم ولا لا والله يكون يدي ما مش نتبع فيه الموضوع خاطر عندي ثقه تتبع هذا مستقبلك معناها لا عندي ثقه مطلوب باش ترجع ولازم تشوف جمعيه انا كنمش نتبع الموضوع هذا باش نتقلق وباش ندخل بعضي وخاطر شوف حملم من اول ماتش لاخر ماتش عطيتها بقلب ورب ديجا من اول ما بديت نلعب لاخر ما بديت نلعب عمري ما خرجت دقيقه كان ماتش كلوب افريكان تضربت خرجت جمهور تغشوا عليك شويه في وقت مستحيل خلينا نكمل لك خلينا نقول لك في وقت اللي قلت جمعيه الام الترجي عملت ديكلاراسيون قلت جمعيه الام ترجي لا مش سنير بون كنت في ترجي هذا الوقت انا شوف باش نعاود انا جمعيه الام
النادي الرياضي بحمل انا حسوك كأنك تنكرت لا. شوية لجماعتك. نحب الاسبيرونس، انا من اول الدنيا معروف نحب الترجي الرياضي التونسي حتى لتوا، راني شفت تبدا الاسبيرونس تلعب نتبعها ديجا مع احتراماتي للنادي الرياضي الصفاقسي، كي ضيع الجوار نتاع صفاقس ضيع البينالتي الاخرانيه عيطت الناس الكل خزروا لي معناها بالترمو فرحت. انا مكشخ نحب الاسبيرونس من اول الدنيا، حتى اصحابي القراب لي يعرفوني يعني نحب الاسبيرونس. جمعي اسات التعبير وقتها بتدخل العباد فهموها، انا جمعيتي معناها الام ديجا، انا عندي الحملان عندها معناها برشا كيف ما نقولوا فضل علي، فضل علي انا وفي كل شيء معناه. يتغشوا عليك وقت صحيح، عرضوك حبايه قالوا لك ما كلكش واحد. لا لا, لا 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 مره بركه بشير الجورناليست هو بشير خربطه تحيه ليه، تحيه ليه، حب النادي الرياضي بحمل انف. قال والله النفزي طلبته في التليفون بالوقت، قلت له يا بشير وما نقصدش راك قلت لك هيك معني، بخاطر هو ديجا يحب حمل انف، وبالمناسبه السيد هذاك يحب حمل انف من قلبه يعني بالحق يحب، كي يقول لك انساني خاطر حمل انف الجمهور نتاعها تلقى شكون يحب الاسبيرونس شكون يحب الكلوب. بيان سور نحب حمل انف، انا ديجا كي تحت حمل انف الاولى الاسبيرونس الاولى الحقيقه الاسبيرونس الاولى الاسبيرونس الاولى. يعني من شنو السبب اللي خلى حمل انف السنه تطيح؟ كيفاش الجيريو الملاعبيه وكيفاش اسمعني انا بالمناسبه نحيي سينابيل تاسكو. سينابيل تاسكو جيتو قبل 10 جورنيات والله العظيم نزيد عليك حتى كان قلت له حمل انف والقروين باش يطيحوا زوج قبل 10 جورنيات الاخر الوقت. انا الحقيقه بعد اللي نسمع في جمعيه وقلت حتى انا حتى بعيد على حمل انف ونكلم في اصحابي في التليفون تلعب في جمعيه وقلت اللي هي باش تطيح بريود هذيك، خاطر ما كانش فما حتى شيء يخلي اللي احنا باش نعملوه، كان كل شيء نيجاتيف بالحقيقه معناها كل شيء كان نيجاتيف معناها فما عباد عطيهم بركه يكملوا سيونس لونترينمون تين مو مخنوقين كل شيء ما فماش حتى شيء بروفيسيونيل. جاهم كهرباء الملاعبيه؟ لا 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 بالعكس، هما كان جاهم كهرباء الملاعبيه راه ما يجيوش جمله فقط بالاداره الملاعبيه كان جاهم صحيح بيه. كانت ما فماش كانت فما شويه ثقه ومن بعد هيك وفات معناها تستحق قصة الجم كوم حمل في جمعية كبيرة نورمالمون ماهيش في الحاجة نحكي دي. كرويا ما تفهمين جمعية كبيرة كرويا شوف جات بيريود طلع الريتم وشدينا دي ريزولتا بوزيتيف ربحنا عملنا معناها شدينا جمعيات كبار معناها وكان ما حقناش خسرنا ديجا كنت الاسبيرونس في حمل ما حقناش خسرنا كنت الكلوب حقنا ربحنا في رادس معناها برشا 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 تراح كنا نجمو نخرجوا بريزلتا بوزيتيف مي جوست بركا بتيتر ما كانش الكونسنتراسيون. شفت كل جمعه كونسنتراسيون كل اثنين ثلاث اربع خميس فلوس جمعه فلوس سبت نركزوا على الماتش حد نلعب معناها كان تحديث كل ديما جلوبالمون على الفلوس. انتقالك للترجي في المناسبه الاولى كيفاش كان؟ بعد لعبنا في رادس بعد لعبنا كونتر الترجي الرياضي التونسي في رادس بعديك جاو قالوا لي اللي باش تكون في الاسبيرونس وقتها كان كلمني سي مراد قوبعة هكي كان مع سيسليم رياحي اي كلوب هو اي وقتها كلمني ومعناها قال لي باش تكون معانا وكل شيء. الحقيقه انا حبيت نمشي للكلوب راه باش نبدا وقت علاش خاطر الاسبيرونس وقتها فيها فول فيها سامح قلت نمشي للكلوب نحب نكور اي كيف اي جوار معناها يحب يلعب. وكان وقتها الكوتش نتاعنا سارامانيا وجاب لي اوفر من فرنسا في الليك 1 جاب لي جمعية. كان وقت المانجر نتاعي سي والله نسيت اسمه صارت بيناتنا سوء تفاهم ديجا قبل وكان كنت ماشي للليك 1 باش نلعب شنو هي الجمعية؟ لوريون وقتها كنت تلعب في الليك 1 صار ما خيروني معني مش انا خيرت باش نكون واضحين مش انا خيرت وين نمشي راه وقتها كنت على ذمة النادي والنادي هو اللي سي عادل الدعديع وقتها مشيت معاه هزني وقتها كنت في ستاج كيب ناسيونال ومشيت معاه اخر جو اخر وقتها اخر في بالي اخر نهار وقتها نتاع الميركاتو هزني مشيت صححت في الاسبيرونس كل شيء. انت حبيت تمشي للكلوب هو قال لك اي الحقيقه حبيت نمشي للكلوب باش نكون واضحين. ندمت صححت في الاسبيرونس؟ ندمت كي صححت الكونترا الثاني. ندمت برشا. علاش ما نجحتش في الترجي محمد امين؟ بون سي من المبدا تعتبر روحك ما نجحتش؟ بيان سور لان التو ما مالش خاطر بون شوف كي تحكي مع ديزونترونور وتحكي مع صحابك شكون باش يقيمك اللي يفهموا كوره ديما كي تحكي معاه يقول لك معناها كي تحكي معاه راسك راس يقول لك حرام ما نجحتش معناها
بون فما شويه مني انا وشويه من الدنيا وشويه من الكوره معناها ميلونج معناها بالاخص ما كنتش معناها ما كنتش عامل حاجات اكسترا معناها اللي ما خلونيش ننجح ومش في الكوره ما نجحتش بوتيتر يمكن باش نقول حاجه معناها باش نوضح انا انسان معناها نجاوب ما نوخرهاش لتالي كيف ما نقولوا شفت مثلا وديما حتى كي تشوف لا مع مسؤولين لا قلت لا مع لي زونترونور لا مع لي جوغ عندي مشاكل عندي مشاكل ديما تلقى مع المسؤول معناها شكون جاوبت بي صارت مشكله مع بي في جيب صارت المشكله مع رئيس نادي وقت على الفلوس نحكي في ترجي طبعا لا في الترجي لا لا في الترجي خاطر نحكي لك على الترجي قلت لي مشكلتي نجاوب لا لا في الترجي لا ما صارش لا ما صار مع حتى مسؤول زين اما صار لك برشا مشاكل نحكيو على اول مشكله آه. سرقه فلوس هينس البدري آه. شنو هي حكايتها ذيك ما عادي ما نقول معناها نلوم حاجه بركه سرياض بالمناسبه نوجه له التحيه انه هو ما خذليش حقي خاطر نهارتها في الفستير قلت له سرياض انا طلعت مظلوم او قدامك طلعت مظلوم خذ لي حقي حكينا حكايه قبل من لو كيف صار كنا في لونترينمون نلعبوا كونتر سي اس اس ما كنتش وقت عند سي عمار وقتها بيريود صارت فاز منصر هذيك مازلت كي رجعوني لونترينمون مازلت كي رجعت راه كنت نلعب في الاسبوار مازلت كي رجعت كملنا لونترينمون خزر لي معز وقتها هما ماشي الاولاد للستاج بعثني باش ناخذ له قضيه معز ما ينجمش يخرج خاطر ما عادش الوقت سيري بعثني باش ناخذ له قضيه مشيت لبست حوايجي فيت في مشيت ناخذ قضيه لمعز وجيت طلبني شامو قال لي مين وين قلت له راني جاي راني مشيت ناخذ في قضيه لمعز قال لي يا اخي فلوس هانيس وينها قلت له انا فلوس هانيس حسيت ورجعت لغاديك تلفقت لي الحكايه مشيت انا روحت على روحي وهما مشاو ستاج يلعبوا كونتر سي اس اس 100 دينار ولا هذه الحكايه صار باش نقول لك عاد شنو صار وقت ماشيين ستاج الاولاد ماشيين ستاج في صفاقس يا اخي من بعديك مشاو لصفاقس ورجعوا لتونس كي رجعوا لتونس بالمناسبه فما الحاج هو الكيني بس تعرف الحاج جاي قال لي هاكا رقنا الموضوع قلت له شنو هو الحاج ياك شفت مسرقوني قال لي ليه راهو انيس خلى الفلوس عندي على سرقوك انت بالذات والله خاطر انا اول واحد دخلت في السير وانيس كي خلى فلوس عنده عند شكون علاش ما تكلمش خرج ناخذ ما عنديش حتى فكره وعلاش طلعت اصلا حكايه السرقه كي هو مخلي فلوس ما هو. انا ما عندي حتى فكره انا اللي صار من بعديك جا الحاج قال لي هاوكا راهو انيس من بعديك جاني قال لي راهو انيس صارت كيفاش انيس صارت هكا سوء تفاهم انت وياه قال لي ليه راهم الفلوس خليهم عندي والله الحاج هذا معناها كان يسمع فيا الحاج وقتها الكيني قال لي راهم خليهم عندي ونسيهم نهارتها خسرنا كونتر سي اس اس في صفاقس مع سي عمار وعملنا اكس صارت رينيون في الفيستير جي سرياض قلت له سرياض شفت اللي صار في بالك باللي صار وكل شيء قلت له خذ لي حقي يا اخي انا راني طلعت ما عامل حتى شيء قال لي يمين توا مش وقته والله هكا بالضبط هذيك اللي صار في الحكايه مازلنا باش نحكيو معاك من النفذ على عديد الكواليس الخاصه في مسيرتك الرياضيه الاخبار مع زميلتي اسماء المدبوبه بعد راجعين كيف حتى مره 3 ونص اكسبريس